أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية، حيث أغلقت البورصة المصرية على ارتفاع جماعي في مؤشراتها لتعوض نزيف الخسائر التي شهدتها السوق في جلسة أمس الأحد بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية مليار جنيه فاصل 500 مليون. وقفز مؤشر السوق الرئيسي إيجيك 30 بنسبة بلغت 2.46% يغلق عند مستوى 16963 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنسبة بلغت 4.33% يغلق عند مستوى 3374 نقطة. كما صعد أيضا مؤشر إيجيك 100 متساوي الأوزان بنسبة 3.96% يغلق عند مستوى 5009 نقاط. وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، قفز سهم شركة طاقة عربية بنسبة 3900% يغلق عند 20 جنيها. يلي سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة بنسبة 19.99% يغلق عند 228 جنيها. ثم جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة بلتون المالية القابضة بنسبة 18.81% يغلق عند 3.98 جنيهات. بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعا سهم شركة العز للسيراميك والبورسلين بنسبة 9% يغلق عند 16.47 جنيها. ولتحليل أبرز ما جاء في البورصة المصرية ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ مينا رفيق مدير البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية. مرحبا بكم على قناة أزهري برنامج أرقام وأسواق. أهلا بحضرتك أستاذ مينا. في البداية أستاذ مينا، ما تفسيرك للصعود الكبير في البورصة المصرية اليوم؟ ما أسباب ذلك؟ طبعا هو النهارده شهدت البورصه المصريه ارتفاعات في عوده الارتفاعات مجددا، وده خصوصا ان كان بعد ما شهدنا جلستين من التراجعات الحاده، جلسه امس وجلسه نهايه الاسبوع الماضي، ويمكن شفنا النهارده المؤشر الرئيسي للبورصه المصريه إيجيك 30 كان فيه ارتفاعات حوالي قرابه ال 2.5% اللي يغلق عند مستويات ال 16963، وده كان يمكن حركة تصحيحية بعد التراجعات اللي شهدناها أمس، واللي شهدنا فيها تراجعات المؤشر من مستويات 1700 تقريبا لمستويات 16555 نقطة، وده يعتبر يعني تصحيح للهبوط بتاع جلسة أمس تقريبا بأكثر من 60%. برضه مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة شفنا فيه ارتفاعات أعلى من ال 2.5% أو من المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، وشفنا ارتفاعات تجاوزت ال 4% ووصلت تقريبا 4.3% ليغلق عند مستويات ال 3374 نقطة، وده برضو كان تصحيح للتراجعات اللي شهدناها في جلسة أمس اللي كانت تقريبا تراجع فيها المؤشر من مستويات 3478 نقطة لمستويات ال 3220 نقطة. يمكن احنا شفنا ان الارتفاعات في مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 كان اقوى من الارتفاعات في مؤشر إيجيك 30، ده راجع لان النهارده مثلا او طبيعي ان احنا بنشوف ان الافراد دايما يعني هي اللي بتبقى مستحوذه على قيم التداول. يمكن تداولات الافراد النهارده قيم التداول استحوذت على 63% من قيم التداول، في حين ان المؤسسات كانت حوالي 37%. ده عن اداء المؤشرات. عن اداء القطاعات، يمكن احنا شفنا ان القطاعات اللي استحوذت على قيم التداول او اكثر من 60% من قيم التداول كان عندنا ثلاث قطاعات: قطاع البنوك وقطاع الخدمات الماليه غير المصرفيه وقطاع الموارد الاساسيه. يمكن اكثر القطاعات اللي استفادت في معدلات في الربحيه او الصعود بتاع جلسه النهارده كان قطاع الموارد الاساسيه بقياده طبعا كان سهم، يمكن شفنا الارتفاعات اللي شفناها في سهم موبكو اللي قربت من ال 20%، ويمكن ده الحد الاقصى للصعود في الجلسات اليوميه. وشفنا برضو ارتفاعات في قطاع الخدمات الماليه غير المصرفيه بقياده سهم بيلتون اللي يمكن شفنا فيه الفتره اللي فاتت حركه من المضاربات القويه، ويمكن النهارده برضو ارتفع قرابه ال 20%. من الناحيه الفنيه يمكن احنا عندنا السوق الفتره اللي فاتت احنا كان عندنا مستوى ال 1700، ده كان مستوى مهم جدا خصوصا ان احنا يمكن كذا مره وصلنا لمستوى ال 18000،
ويمكن مستوى 18000 ده مهم جدا من بعد عمليه التعويم اللي حصل في 2016، من دي تقريبا احنا وصلنا لاعلى مستوى في 2018 عند مستوى 18400 نقطه، وحصلت عمليات التراجعات او عمليات جني الارباح. ابتدينا مع عمليات التعويم الاخيره ان احنا برضو نقترب او يعني نختبر مستويات ال 18000، يمكن اختبرناها ثلاث مرات السنه دي، في شهر فبراير وفي شهر ابريل وفي شهر يونيو الشهر الماضي، ولكن فشلنا ان احنا نخترقها على المدى قصير الاجل. ويمكن كان عندنا دايما بنتكلم ان عندنا مستوى ال 1700 ده مستوى مهم جدا، لان هو ده اللي كان هيحول اتجاه من عرضي لاتجاه هابط، وللاسف طبعا اخترقناه لاسفل. ولما اختبرنا مستوى 16000 كان عندنا بقى مستوى 16500 برضو مستوى دعم رئيسي على المدى او للمستثمر المتوسط وطويل الاجل، وده اللي حصل فعلا عنده ريباوند او اعاده تصحيح مره اخرى، وده سبب يمكن الارتفاعات اللي شفناها النهارده في السوق. ويمكن ابتدى ان هو يوصل تاني لقرابه مستويات 17000 او يحوم نحو مستوى المقاومه اللي هو 17100. ده بالنسبه لاداء المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30. بالنسبه لاداء اي جي اكس 70 مؤشر شركات الصغيره والمتوسطه، اتفضل. بالظبط، احنا وصلنا برضو اولا اي جي 70 كان طبعا يمكن الفتره اللي فاتت تجاوز المستويات القياسيه، او اللي هو كان عنده دايما مستوى ال 3100 نقطه، هو مستوى قوي جدا، هو البيك اللي كان بيوصل لها ويحصل منها التراجع، اخترقها الفتره اللي فاتت وفعلا وصل لمستويات ال 3700 نقطه، ولكن كان عندي مستوى دعم رئيسي برضو حوالين 3500 نقطه، تم اختراقه للاسفل. كان عندي مستوى الدعم برضو عند حوالي 3200، وده اللي حصل منه الريباوند او اعاده تصحيح مره اخرى. يعني المفروض ان احنا هنختبر مره اخرى مستويات 3500 نقطه. طبعا احجام التداول النهارده كانت يعني في حدود المليار ونص، وهي مش احجام التداول كبيره، فطبعا ده بيخلي ان لسه المستثمر فيه محتاج محفزات اكتر، ان انا اقدر اقول ان انا هكسر المستويات دي مره اخرى، او ان انا هرجع اختبر مستويات 18000 او هختار كمان مؤشرات 18100. طبعا المستثمرين منتظرين برنامج الطروحات الحكوميه يبقى فيه صوره اوضح، ده يحفز المستثمرين اكتر. محتاجين نشوف استقرار لاسعار الصرف، لان يعني طبعا احنا دايما التحدي الاكبر بالنسبه لنا في الوقت الحالي هو يمكن ازمه سعر الصرف، ان عندنا كذا سعر للصرف، فده طبعا بيعيق استئناف برنامج الطروحات الحكوميه. طبعا برضو في عوامل او مؤشرات اقتصاديه بتؤثر على قرارات المستثمرين، يعني النهارده مثلا شفنا معدلات التضخم، ارتفاع معدلات التضخم، يمكن التضخم الاساسي سجل 41%، ويمكن ده كان برضو بسبب ارتفاع السولار واثر ارتفاع السولار. طبعا اي تخفيض مره اخرى للعمله المحليه هيأثر بالسلب على معدلات التضخم، وده دايما بيثير مخاوف المستثمرين من عوده ارتفاع معدلات الفائده، خصوصا في ظل ان الاسواق العالميه كلها لسه مستمرة في رفع معدلات الفائدة. برأي حضرتك أستاذ مينا، لماذا ارتفع سهم شركة طاقة عربية في بورصة مصر بنسبة تقترب من 4000% إلى 20 جنيها بنهاية جلسة اليوم؟ طيب احنا محتاجين نوضح الأول ان هو مش ارتفاع 4000%، لان هو محدش اشترى السهم على نص جنيه، نص جنيه هي القيمة الإسمية للسهم، والقيمة الإسمية لم يتم التداول عليها، يعني هو مفيش حد فعليا اشترى السهم نص جنيه غير المؤسسين. ولكن يمكن احنا بنتكلم ان هو كان في طبعا تعاملات غريبه، يعني يمكن ده اللي ادى لالغاء عمليات امس، حتى النهارده كان في برضه في بدايه الجلسه تعاملات فوق ال 100 جنيه، في حين ان يمكن مستشار المالي المستقل نفسه قيم الشركه في حدود 8 جنيه 90 قرش. واعتقد ان دايما في ظل تراجعات السوق ان المستثمرين دايما بيشوفوا الاسهم الاقل من القيمه العادله، فهي كانت غريبه شويه التداولات ان هي تم التداول على باعلى من القيمه العادله بتاعتها. فطبعا يمكن ده طبعا مش معبر قوي، او ما اقدرش اقول ان هو السهم ارتفع 4000%، لان دي مش تنفيذات حقيقيه. يعني خليني اسال حضرتك في نفس النقطه، يعني ما هو السبب وراء الغاء العمليات التي نفذت على سهم طاقه عربيه في اول يوم تداول؟ هل لالغاء العمليات المنفذه امس كان في دور في ارتفاع اليوم برأي حضرتك؟
هو اللي حصل امبارح وفقا لبعض الانباء ان هو كان في خطا، وان شركه السمسره او شركه السمسره اللي كان فيها الخطا هي اللي طلبت الغاء عمليات التداول. ولكن يمكن هو ده اللي اثر النهارده، ان المستثمرين افتكروا او في بعض الافراد افتكروا ان هو مثلا قيمته تتجاوز ال 100 جنيه، ويمكن ده اللي شفنا برضو من الصبح كان في تداولات فوق ال 100 جنيه، ولكن البورصه في اي شبهه تلاعب بتبتدي ان هي تلغي العمليات المنفذه. وبرضو كان في بعض العمليات النهارده اتلغت او اتشال اثرها على الاغلاق، حتى يعني السهم يعبر اكتر عن التداول. لسه كنت هسال حضرتك عن سبب الالغاء ما هي في جلسه اليوم في البورصه المصريه. بالظبط، هو نعم. الفكره ان هو البورصه دورها برضو ان هي تحاول الى حد ما ان هي يبقى في نوع من انواع الرقابه، ان لو في شبهه تلاعبات بتبتدي ان هي تلغي العمليات اللي فيها شبهه او فيها نوع من انواع التدليس او اللي بتخلي ان السهم ينفذ بسعر غير القيمه العادله بتاعته. يعني خصوصا ان احنا يمكن في الطاقه احنا دلوقتي عندنا مش هنقدر نقول ان دي ظروف سوق طلب وعرض، لان احنا عندنا الجانب البياع او اللي بيعرض هو جانب واحد بس وهم المساهمين الرئيسيين. يعني احنا ما عندناش حد لسه اشترى السهم عشان يقدر نقول ان هو دي ظروف الطلب والعرض.